نجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني. ودخلت أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة، والتي تشمل نحو 20 شاحنة عبرت من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة وسائق الشاحنات. رغم قصر المسافة بين البوابتين، إلا أن الآمال كانت أكبر بكثير، آمال تحققت بقوة شعبية وإرادة سياسية مصرية لدخول دفعة أولى من المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية. في تواصل مباشر وبصفة دائمة مع الهلال الأحمر الفلسطيني، كان بالنسبة لهم كان حاجة أولى المستلزمات الطبية والأدوية، ثم المواد الغذائية، ثم المياه، وبالفعل تم توفير هذه الاحتياجات. احنا هنا كان الهدف بتاعنا ندخل المساعدات اللي جايه البسيطه لاهلنا في قطاع غزه، جزء من التضامن معاهم. ما ينفعش اللي بيحصل ده كله واحنا ما يكونش لينا اي دور، سيبنا كل شيء واهم حاجه ندخل المساعدات، ودي حاجه بسيطه المفروض يبقى اكبر من كده. 20 ناقله ضمن القوافل الطبيه والغذائيه على معبر رفح المصري محمله بمستلزمات طبيه وادويه دخلت الى الجانب الفلسطيني. بعد انتظار واعتصام مفتوح، كان المرابطون على المعبر قد صمموا عليه حتى دخول المساعدات. في 20 عربيه داخلين، الناس زغرطت هنا من الفرحة، برغم ان احنا كل قلوبنا موجوعة واحنا مرابطون حتى اخر يوم في حياتنا. احنا على مدار الاربع ايام اللي فاتوا كنا في تعب نفسي، تعب جسماني، كل ده زال النهاردة لما شفنا 20 شاحنة بتعدي من معبر رفح، والحمد لله سياراتنا بدأت ترجع ورجالتنا راجعة بالسلامة، وان شاء الله احنا مرابطون حتى الاغاثة لنصرة اخواتنا في غزة. تأتي هذه التحركات ضمن تاريخ طويل من التضامن الشعبي والسياسي المصري مع الأشقاء في فلسطين، بالتزامن مع انعقاد قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الذي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف اعتداءات قوات الاحتلال على قطاع غزة وإيجاد حل لإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967. مجهودات لم تتوقف لمدة 14 يوما تضافرت فيها جهود المتطوعين والهلال الأحمر المصري والدولة المصرية من أجل وصول هذه المساعدات الإنسانية من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني. مستلزمات وأدوية طبية وصلت إلى الجانب الآخر، إلا أنها ليست كافية، وفي انتظار باقي وصول المستلزمات مع تضامن كبير من المتطوعين على الجانب الآخر من الدولة المصرية. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.